حيت نورمالمون ملي كيلبس حوايج العيد يكون هذا عيد الحوايج، فهمتي؟ بنادم كيفرح براسو وصافي، حتى دايره معروفه عندنا جوج اعياد، عندنا عيد الميلود وعيد هذا، هو باش كيشري بنادم، ولكن انا تشري حوايج ديما ماشي في العيد. انا على ما ظنيت وقيلا هادشي تقاليد ديال المغاربه ولا ما نعرف. المهم انا كنشري حوايج العيد انا وصحابي غير باش نخرجوا ندورو وصافي، ماشي شي حاجه. وقيلا تقاليد المغاربه يمكن يشريو الحوايج العيد في العيد الصغير، على ما ظنيت انا ضروري نشريو الحوايج ديال العيد غير ماشي ضروري، انا ماشي ضروري عادي، الا ما كانش عند شي واحد الفلوس راه ما غاديش يشري، كان عنده الفلوس راه غادي يشري حوايج العيد ديالها تما. داكشي علاش في الايام العاديه كنشريه ضروري في حوايج العيد، وقتاش ما كانت عندك الفلوس وقتاش ما بغيتي تشري حوايج راه غادي تمشي تشري صافي ساهلين. اخويا اولا العيد هي مناسبه كما كيقولوا مناسبه كيلبسوا فيها الحوايج، بنادم كيمشي عند العائله والاحباب في العيد كيلبس الحوايج، كيبغي يخرج مع الدراري صحابو، كيبغي يتصور بهم، كيبغي شحال من حاجه، كيمشي مناسبه شحال من حاجه اخويا فهمتي. اوه حنا كنلبسوهم باش نمشيو نخرجوا مع الدراري فهمتي. كتشريهم في الايام العاديه؟ كاين اللي كيبغي يشريهم في الايام العاديه، كاين اللي كيشريهم في العيد، كاين اللي ما عندوش، كاين شحال من حاجه. كنحتفلوا بالعيد ديالنا مو رمضان، خصنا ضروري نلبسوا حوايج نحتفلوا بالعيد ديالنا. علاش؟ باش نبانوا مهم، حيت ضروري خصنا هذا الشيء اللي ربونا والدينا، العيد كنلبسوا حوايج ديال العيد عادي في ايام عاديه، ماشي في العيد، ماشي في العيد كنلبسوا حوايج جداد، ضروري ايام اخرى ناخذوا حوايج واحد اخرين. واحد العيد مناسبة كيحتفلوا بها العائلات، تنخرجوا على برا باش نتصوروا ونحتفلوا بهاد الحوايج هاد. علاش كتلبسهم غير في العيد بالضبط؟ في العيد جا العيد حيت تنخرجوا بهم، تنخرجوا نتصوروا فهمتي، تنخرجوا على برا تنحتفلوا صافي. كتشري حوايج في الايام العادية ولا لا؟ ولا غير في العيد؟ لا بطبيعة الحاجة تشري في الايام العادية. العيد عنده واحد الطابع خاص، دا بد الانسان يلبس فيه اجمل الثياب ويلبس فيه الجديد، هذه دلاله من دلالات قدوم العيد. كانت هاد اللبس ديال العيد من زمان، كانت هذيك ثقافه مغربيه، تراث مغربي، كان ما بنادم تيشريو ليه والديه ذاك اللبس العيد. انا باقي تنذكر كنت صغير تيشريو لنا ذاك اللباس هذاك، تنحطو حدا راسك خصك غير وقتها شي فيق يطلع النهار تلبسو فهمتي. دابا تغيرات الوقت ما بقاتش كيما كانت. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.